اللي تفضلت وقلته في اختصاص بسان فرانسيسكو مع بيقولوا له فاذر اوف فينيرز يلي هو اخترع الفينيرز بالعالم. في شيء اسمه سمايل ديزاين. استاذ ياسر انت بتعرف اليوم الاسنان نحن منا بيرفكت، منا كاملين، نحن مجموعه متناقضات. سو هالسمايل بدها تجي متكامله مع متناقضات الوجه. يعني اذا كان الوجه ضيق وطويل ومستطيل لازم الاسنان يجوا يشبهوا الشكل. اذا الوجه رايح بالعرض كمان الاسنان لازم يجوا زي كده. بعدين شكل الشفايف، الكاركتر، كيف بيتبسم الانسان، كلهم لهم تاثير لحتى تنقي اي نوع اسنان بتعمل. بسمع انا بقولوا الشيطان يكمن في التفاصيل، انا بقول لهم البراعه تكمن في التفاصيل. ربع مليمتر بيفرق. سو بدك تعمل اسنان الديزاين تبعها يشبه شكل وجهك، متناسق مع الشفايف، متناسق اوقات مع الكاركتر، مع الشخصيه، مع شكل الوجه عموما. شيء انا من بعد سان فرانسيسكو رحت على مدريد، شيء اسمه ديجيتال سمايل ديزاين، يعني التصميم الرقمي للسمايل. هذا بنعمله بس بنرسم الرسمه على الكمبيوتر يلي بتتناسب مع شكل الوجه مثل ما تفضلت وقلت، وبنعطي اوردر للسكانر، يعني امر للسكانر لحتى يعملها على شكل هذا. اليوم الاسنان مفروض تجي متناسقه مع شكل الوجه، من كان من لون، من كان من اي شيء. واليوم كله علمي ورقمي، هذا اللي حنعمله. الكراون او الفينير، يعني عم تحكي القشره او السن كامل حسب وضع الاسنان. يعني ما في شيء مطلق للقشره اللي هي الفينير، ولا في شيء مطلق للكراون. يعني اذا السن طالع لبرا وبدك تفوته لجوا، يعني اذا كان في مش متجانسين ما فيك تعمل قشره، مضطر تعمل كراون لحتى تعمل اللاين سمايل متناسق مع بعضه. اوقات بكون عندك درس مقبوع تعمل بريدج. سو هون بتفرق شو بدك تستعمل. في كمان نوعيه السيراميك. اليوم في عده انواع من السيراميك. مع الاسف استاذ ياسر انه انا درست 10 سنين ما بعلموا بالجامعه كيف بيشتغل المختبر، المعمل، اللاب. سو اضطريت ادرس 6 شهور لاعرف. عندك 5 6 انواع، عندك الزيركون العادي، عندك زيركون مونوليتيك، عندك 3 دي، عندك الايماكس، الهوت تكنيك، ال تي، يعني عده اشياء لكل وجه، لكل نوع اسنان عندنا طريقه. لما قالوا لنا بيقولوا اتس اول اباوت ابسوربينج ذا لايت نوت ستوبينج ذا لايت، بمعنى مدى قدره هالبرودكت اللي بدك تحطه السيراميك انه يمتص الضوء. بالسنة طبيعية استاذ ياسر الضوء بيخترق السن من ميل لميل. سو انت السيراميك اللي بدك تحطها والسيمنت اللي بدك تلزق فيه لازم يسمح للضوء يخترق من ميل لميل. مشان هيك بيعطي شفافية، بيعطي طبيعي. إذا بتستعمل طريقة بتوقف الضوء حيبين فيك. حتى بتشوف الشغل، حتى القشرة البرانية بنجرحها لنمتص الضوء. لانه اذا بتلمعها كثير بتعمل مثل انعكاس المرآة. انعكاس المرآة كمان بتوقف الضوء. اليوم بتعرف بما انك بالفن، الديكور بالمسارح بالعالم كله الضوء، اليوم كله لايت. فحسن بدك تعرف شو بدك تستعمل البرودكت وكيف بدك تستعمله وكيف بدك ترسمه لحتى يسمح للضوء يخترق لبين السن شفاف. دارس 10 سنوات، 5 سنين في لبنان، 3 سنوات في باريس، وسنتين في سان فرانسيسكو. ما علموناش ازاي بيشتغل المعمل. هالفجوه بين الطبيب الاسنان والمعمل هون النقطه. مشان هيك انا رحت عملت 6 اشهر درست كيف بيشتغل المعمل المختبر لحتى نعرف كيف بدنا نرسم، هي اي نوعيه بدك تستعمل وكيف بدك تعملها. اللعبه كلها كيف بدنا نسمح للضوء يخترق هالسيراميك مثل ما بيخترق السن تماما لحتى يعطي الشكل الطبيعي. على طول انا بقول لهم للمرضى عندي انه مش درجه البياض اللي بتبين فيك، نوعيه اختراق الضوء. ممكن تعمل ابيض لون ويبين كانه مبيض اسنانك. اذا الضوء قادر يخترق السن من ميل لميل حيعطي طبيعي مهما عملت. يعني اذا هالتلبيسه او هالقشره الفينير حتعطي تسمح للضوء يخترق يقطع مثل ما بيقطع بالسن الطبيعي، هيبين طبيعي.
منه اللون اللي هيدا، هي الكواليتي، نوعية السيراميك. يعني هيدي شغلة عطول بقولها. بعد في فجوة تانية إذا بتسمح لي أقولها، هي الفجوة بين الطبيب والمعمل والمختبر، اللاب، اللابوراتوري. لأنه اليوم المختبر حيشوفهم جبسين، جبس ما حيعرف إذا وجهي أنا أو وجه أساسوان، ممكن يكون واحد وجهه عريض، وجهه ضيق، واحد شفته شفتها رقيقة، واحد شفتها كبيرة. وبتعرف كمان اليوم عندنا مشاكل بوجود الفيلر وكذا، أوقات بتجي السيدة اللي عندي شفت اليمين بتتحرك غير شفت الشمال. سو أنا بعمل له الدراسة اللي قلت عن الرقمي وببعتها للمختبر ليعرف كيف المقاسات. مختبر ما بيقدر يقرر، المقاسات بتحضر له قد ايه بدك تدفشهم لبرا، قد ايه بدك تصغرهم، كيف بدك تعمل الطول، كيف بدك تعمله مع العيون، كيف بده يجي على النص، بيقولوا له ميديان لاين، ما بين قلوة، ما يبين كذا. اوقات استاذ ياسر واحد بيضحك ميله اليمين بتكشف انسان عادي اكثر من ميله اليسار. سو بنعمل ميله اليمين الانسان اقصر شوي من اليسار لحتى يعطي طبيعي. ليش قلت لك نحن وير نوت بيرفكت، نحن منا كاملين، بدنا نعمل سمايل متكامل معهم. انت بتعرف انا في كثير نجوم عندي فما بدي اسمي. السمايل يلي بتكون حلوه اوكي، يلي بتتناسق مع الوجه هي اللي حلوه، واهم شيء ما تكون فيك. النجوم كلهم بنحبهم ونحترمهم، انت بتعرف انا معظم نجوم معظم نجوم لبنان اخوتي واصحابي، حتى عندي من مصر بيروحوا يلي هي بلد الثاني. لازم تكون انت دبلوماسيه. انا اشكرك اكثر استاذ ياسر.